بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفنا بالجولة السريعة اليوم أنا موجود بأرابيان رانشز أو المزارع العربية بمدينة دبي. أتمنى منكم بالبداية الاشتراك واللايك لقناة الأوس. معي فيلا مؤلفة من 5 غرف نوم مع غرفة خادمة مع صالونين حنشوفها مع بعض. أنا اسمي أحمد يلي بتابعني أول مرة وهي أرقام الواتساب عم تظهر معكم لأي استفسار. عم نشوفهم الغرفة رقم 1 اطلالتها مباشرة على المدخل. مثل ما ذكرنا مساحة الفيلا 4650 سكوير فيت، سعر حاليا بسوق العقاري 4,800,000 درهم. وعم نشوف هون الدريسنج الخاص فيها. عم نشوف كمان مباشرة على ايدي اليمين عندي هون حمام الجيست. بتمنى منكم تكونوا عم تتابعوا بقية الفيديوهات، عرضنا كتير فيديوهات بمدينة دبي، اي حدا ممكن ياخد البلاي ليست باخر الفيديو. عم نشوف هون الصالون مساحته كتير حلوة، اطلالته مباشرة على الباك يارد الخاصة بهي الفيلا. طبعا الفيلا مثل ما ذكرنا 4650 سكوير فيت، ملفة من صالون كبير مثل ما عم يظهر معنا. حنطلع نشوف الباك يارد. عم نشوف هون الفيلا من زاوية مختلفة. عم نشوف البناء بالكامل. طبعا تسليم فوري، منطقتها كتير قريبة عن منطقة الجميرة. عم نشوف هون القسم الجانبي للفيلا. برجع بذكركم اي استفسار ممكن تتواصلوا معي مباشرة عن طريق رقم الواتساب. وعم نشوف هون القسم الجانبي للفيلا من الناحية الثانية. طبعا في باب مباشرة بيطلعنا على المدخل. مساحة الفيلا مع الغرف مساحتها كتير حلوة. اي حدا كمان عم يفكر بالاجار بمدينة دبي كمان ممكن يتواصل معي عن طريق رقم الواتساب او تكتبولي تحت بالتعليقات وان شاء الله بتواصل معكم. عم نشوف هون المطبخ الخاص بهي الفيلا معمول من خشب الهاي كلوز. عم نشوف هون مساحته كتير حلوة. هي الزاوية الثانية للمطبخ. طبعا هذا الباب يدخلنا على غرفة الخادمة. عم نشوف هون غرفة الخادمة كمان مساحتها مقبولة. وعم نشوف هون الحمام الخاص فيها. عم نشوف هون خزن جدارية مع لوحة التحكم. وعم نشوف على الجهة الثانية كمان غرفة اللاندري. هنطلع نكمل جولتنا ضمن غرف النوم، خليكم معي. طبعا الشقات والفيلا الموجودة ضمن جميرة، ضمن البزنس باي، ضمن مارينا، ضمن الجي بي ار، لأي حدا مهتم بيقدر يتواصل معي مباشرة. نحن بالطابع الثاني، الطابع الثاني مؤلف من 4 غرف نوم، نحن شفنا الغرفة رقم 1 من ضمن الطابع الأرضي مع حمام الجيس. عم نشوف هون الغرفة الرئيسية أو غرفة الماستر من ضمنها بالكون إطلالتها على الجهة الخلفية. 5 غرف نوم، 5 حمامات، صالونين مع غرفة خادمة مع المطبخ مع كراج لسيارتين. مساحة كلية 4650 سكوير فيت. عم تظهر معنا هون الإطلالة الخلفية للفيلا. مثل ما ذكرنا تسليم فوري، لأي استفسار عن طريق رقم الواتساب. حندخل هون على الحمام الخاص بهي الماستر، كمان مساحته كتير حلوة. عم نشوف هون اليونت مع البانيو مع الشاور. طبعا من ضمن هاي الغرفة كمان موجود معنا الدريسنج. عم يظهر هون كمان مساحته كتير حلوة. هنكمل جولتنا ضمن بقية الغرف. كمان عندي هون على ايدي اليمين الغرفة رقم 3 كمان مساحتها حلوة.
كمان تكييف مركزي فيها اطلالتها على الجهة الجانبية للفيلا. وعم نشوف هون الباب هذا بدخلنا مباشرة على الحمام، الحمام هذا مشترك مع الغرفة رقم 3 وغرفة رقم 4، هنشوفهم مع بعض. عم نشوف هون اليونت الخاصة بهذا الحمام. وعندي هون الغرفة رقم 4، مثل ما عم نشوف هون الغرف مساحتهم كتير حلوة. عم يظهر معنا هون الصالون، بس خلينا نخدم الغرفة رقم 5. غرفة رقم 5 كمان مشابهة للغرفة رقم 2 بالمساحة، المساحة كتير حلوة. عم نشوف هون الحمام الخاص فيها. اطلالتها على الجهة الأمامية للفيلا، عم نشوف هون المحيط بالكامل، منطقة كتير حلوة، منطقة كتير قريبة لكل الخدمات، لكل المناطق الحلوة ضمن مدينة دبي. هيك بهالحالة خدمنا 5 غرف نوم، وعم نشوف هون الصالون رقم 2، شفنا الباك يارد، شفنا المطبخ، شفنا غرفة الخادمة، شفنا كل التفاصيل بهي الفيلا. نرجع نذكر 5 غرف نوم، صالونين، مطبخ، باك يارد، كراج لسيارتين، مساحة 4650 سكوير فيت. هي هي كانت فيلتنا اليوم بمزارع العربية Arabian Ranches. لأي استفسار ممكن تتواصلوا معي مثل ما ذكرنا عن طريق رقم الواتساب. هي هي كانت فيلتنا اليوم، وإن شاء الله حشوفكم بعقار جديد ضمن مدينة دبي. شكرا للمشاهدة.